يسعد مساكم واهلا وسهلا فيكم بساعة الافطار. كنا عم نشوف هلا فضيلة الشيخ زيد المصري كان عنوان ساعة محبة اللي هو حفظ اللسان. حلقة جميلة يعطيك الف عافية. اما هلا ففي زميلي ابو السمر راح ينضمنا على ساعة الافطار، برضو في عنا ضيف ابو السمر. مساء الفل، ايش الحلاوة هاي؟ هلا باشا، كيف شو الاخبار؟ مساء الخير على جميع المشاهدين. قربت طبعا ساعات الافطار، بحكي لي شو بالنسبه للقمصان. انا شفت يزيد اليوم شو لابس، حاولت اني البق معه. طبعا يعطيك الف عافيه ابو زوز. انا بدي ارحب بضيفنا بس قبل لازم احكي الحق يقال. يعني انا زلمه شوي، انا الحمد لله بحب انبسط وبضحك دائما، بس فيش اشي سهل انه يضحكني. يعني الافلام كلياتها انه صاحبي بيعطيني خد والله غير تفرط موت ضحك، انه بحضر بالاخير بفكره فيلم انه دراما على الفاضي. فضيفنا لليوم شخص من انه جد بقلب وانا بضحك، ابو الغور. يسعد مساك، تفضل تفضل. بدنا زقف نزقف، خش علي بالزقف، خش كبير حبيبي الشعب. هلا حبيبي، تحياتي ابو حميد. كيفك؟ انا ما كنت بجامل ترى، ولا انا ما كنت بجامل. جامل انت؟ كنت جامل. شو اخبارك؟ تمام. يسعد مساك، نورت. نورت الاستوديو؟ لا هو منور اصلا. احنا استوديو السنه هاي خفيف لطيف. حبينا نكون مع الناس دائما من الساعه 3:30 لا ان شاء الله بتابعكم. بنمر على المطبخ، على المسلسلات. في مسابقه امبارح كان في ناس هون قاعدين. ضيوف كانوا. كان في ضيوف، بكون مترجيه، بكون في من جامعات، من الامور جامعات. احكي لنا، بدنا نستغل كل ثاني انت في معنا. مبدئيا ولا لا؟ بقول لك قديش ضايل، انا بقول له 7 دقائق يعني مستقل. بقول له بحر يا زلمه، بحر. طيب قل لي هلا بدنا نحكي في كثير شغلات، بس اول شغله اللي انت صار لك فتره بوادي رم باخر العالم بتصور طوق الاسفلت. مزبوط، كان مشروع عربي كبير. مشروع عربي كبير الحمد لله. يعني هسه احنا في 28 رمضان حقق نجاحات كبيره على التلفزيونات اللي بنعرض عليها الحمد لله. هو اخراج محمد حشكي وبطوله صبا مبارك سامر اسماعيل. سامر اسماعيل اللي عمل مسلسل عمر بن الخطاب. الحمد لله المسلسل عم بيجيب شغل منيح. كانت تجربتي الاولى في التمثيل عربيا. كيف الوضع؟ بصراحه اول مره كان كثير بخوف، من كوميدي الى جد كثير بخوف. لانه كان اول مشهد عندي في واحد كبير، فانا شخصيتي هيك حقيره، فبدي اجيب السكينه واطعنه. لا يا زلمه لا، يعني هذا قد ابوي. لا راح ضل. طب سم بدون يعني مبدئيا، بس خلينا نحكي هذا ما هقيت وهي القصص بس. وعلعوني يا عمه. فكان اول مشهد يعني بخوف. كان الصوت غير، صوتك بتغير. وخصوصا انها دراما، في الدراما ما في اوفرا، ما في يعني خلص باجي اقول لك انا هيك هيك بروح كت خلصت. فلازم انت توصل شو عم تحكي. ثاني شيء انك تعمل شخصيه كان بالنسبه لي شيء جديد. بس الحمد لله تجربه حلوه وعملناها، وان شاء الله يا رب يعني تكون وهي يعني ان شاء الله بدايه خير. ان شاء الله بدايه خير. اكثر بجوز خلينا نحكي سين علقت عليه، متذكره؟ علقت على اول واحد. اول واحد يعني هو تذكر شو كنت لازم تحكي ولا لا؟ متذكره متذكره. كنت تحسب ان سواتك هنا تكون غلطان يا شحادي، وما اقول لك ما لاني حافظه. لاني حافظه لحد الان. هسه لما اشوفه انه لا يا زلمه هذا المشهد ما بحبه. لانك حافظه دائما المشهد بتحفظه، فانت بتكون ما ارتحت له. اوكي، فهو هذا المشهد كان اوف شو عدنا. طب التجربه حابب تستمر فيها لقدام؟ 100% لا، هسه في مشاريع اصلا مستقبليه ان شاء الله. في بعد رمضان حكي باكثر من شغل، واحد اردني واثنين عربيات كمسلسلات. وان شاء الله كمان احنا كبرامج كشركه بابونج ان شاء الله مستمرين بعد برنامج قوي. في عنا يعني لحد الان برنامجين ما شاء الله، ان شاء الله مكملين انتاجيا. هذا على اليوتيوب وعلى رؤيا، وهذولاك ان شاء الله مع شركات انتاج عربيه ان شاء الله حنكمل فيهم. راضي عن البرنامج القوي لرمضان هذا؟ الحمد لله الحمد لله 100%. يعني انا بصراحه وبصراحه لما بدينا شغل في المسلسل البدوي حكيت انه لا بديش اقصر في البرنامج القوي. تفهم؟ لانه يعني اول كاش ياخذك، ما بدك ياخذ اول 7 حلقات. لحيتي هيك انت فاهم؟ لا ما كنت الاحظ انه يعني كانت لحيتك كثيفه يعني. فاضطرينا نصور اليوم. نعم اليوم الامور تمام وابدا. والله خذ لي صوره. كانك شو هاي بتحكيها؟ استكتوها. استكنست دايمون؟ لا استكتوها، استكنست دايما بحكيها بعد الفطور. فالبرنامج القوي بطلبوا مني تيجي لهون هيك عشان تنور اكثر كمان، عشان تلعلط يوم لعلط. ايوه ايوه هيك. ايوه تمام. احنا ترى ملاحظ احنا الثلاث نفس الالوان. احنا كيف البشره يعني قصدك؟ لا لا نفس الالوان. هذا اشقر يا زلمه. مش معنى هذا اشقر، بس انا وياك كيف سمر شايف كيف؟ تمام. فبس هي، فان شاء الله يا رب هي نكمل الشغل. اسف انا كثير بقول. برمضان ان شاء الله يا رب يعني الناس مبسوطه وطلع برنامج حلو. الحمد لله رب العالمين. سألك يزيد تحت الهواء، وإذا حاب تجاوب بجاوب يعني. ما قالك أكثر حلقة أنت بتحبها؟ أنا الدعايات.
حلقة دعايات. دعايات أنا مش معقول شو ضحكت يعني. تخيل أنت عم تحضر حالك وبتضحك وعم تضحك. لو يجي واحد شو ماله هذا المجنون ضحك حاله تفهم. ضحكت لأني أنا قد ما حكيت يوم نسيت شو حكيت. إنه ما خليت إشي غير حكيت عنه. فعليا أنا الدعايات كثير بتذاقك تفهم. ولا أنا المشهد القاتل بيجي البطل بيقتل البطلة تورينو بتروح دعايات طبيعي. خف علينا خف علينا. لا وفي قنوات بس قطعان حديثة كذي بس شو بتحكي أصلا. في الدعايات اللي تيجي على بعض القنوات اللي هي بتشرح لك عن الشغلات يعني مثلا الطنجرة السحرية ليس هذا فحاسب حملنا حفايات استقلالة مزودة بشو اسمه بمقبضين ليس هذا فحاسب سهولة وضعها على البوتاجاز. طب ما هي طنجرة يعني لازم تحطها على البوتاجاز ولازم يكون لها غطاء. في شيء بيقهرك انه بتلاقي مثلا شيء حق ليرة فالثنتين قد يحقهم ليرتين بس فعجب الرجل بذكائك فعلا اسمه منطقيا تمام بتلاقيه قال بتلاقيه شيء قال شو قال الان العرض الخاص القطعه بدينار القطعتين بدينارين لا يا زلمه يعني بصير ترجع انه علموني غلط الرياضيات غلط تمام ومصاريف الشحن القصص هاي بس احنا يعني شاف كيف السبع ثمان دقائق مشوا بسرعه لانه الوقت معك ابدا قصه ولا واحد قادر يسولف من الصيام ولا يعني هيك يا زبحك مغيبين ناس حكينا دقيقه مو مركزين اول مره شوف ايه لا ما طولش بدنا نطلع اذان طيب بضلش يعني لحظات معدودة وإن شاء الله بيقدم صيام مقبول لكل اللي عم يشوفونا وإن شاء الله معدودة ومعلولة والشباب ألوانها تغيرت أوعك طيب بنوجه تحية لكل الناس اللي عم يشوفونا إفطار هني زي ما حكيت إن شاء الله يا عيني طبعا اهلا وسهلا فيكم من جديد ان شاء الله تقبل الله طاعتكم وفطوركم هني باذن الله هاي من احلى اللقطات اللي احنا بنحبها بالبرنامج واحلى اللحظات اللي هي بن الاحمداني ذوق هالقهوه الخفيفه هيك السعوديه اللي على كيف كيفك اشي روعه اشي معلم من فهد الآخر. فهد شكرا لك عشت وزوز صحتين صحتين بن الاحمداني قهوه جميله جدا رائعه زاكي زاكي كيف القهوه منيحه لا زاكي مزبوط لازم نسوي زي هذول المسلسلات كيف حط الفنجان اسمع علي بعدين برجع بشرب بعدين هيك بكون يحكوا مع بعض بالله تعال هون ولو سمحت الظهر بعد اذنك لو سمحت استاذ علي بكون انا قاعد بحكي معك بس واقفين هيك ليش بتعرفش ليش هيك يا احمد ليش هيك ما بحكي معك طيب على العموم استاذي اتوقع معنا اتصال ابو زوز عيسى ابو العيس مساء الخير هي سلامه النور كل عام وانتم بخير يا رب وانت بخير ينعاد علينا وعليك السلام شو الاخبار حبيبنا والله تمام الحمد لله افطرت ولا لسه والله الحمد لله افطرنا صحتين وعافيه ايش كان لكم على الفطور اليوم والله احنا فطرين بالمحل هيك نشتغل فافطرنا على يعطيكم العافيه يعطيكم الف عافيه يا رب الله يعافيك طيب احنا بدنا نسيبك تدردش مع ابو الغور شوي ونجهز لك الجوائز شو رايك اوكي ابو الغور ابو الغور اليوم ضيفنا فعشان هيك عيسى كيفك فش اسئله رح تربح اكيد عيسى كيفك شو اخبارك هو ربحكم تلقائي اليوم تربيح تلقائي هيك شو اخبارك عيسى كيف صحتك والله تمام 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 يا سيدي ان شاء الله رمضان كريم وتعرفين نقول لك كل عام وانتم بخير ولا بس ابو العيس بدك تحكي لي اسم البرنامج تبع ابو الغور اللي بيطلع بساعه ونص كوميديا اذا ما بتعرفه فعليا ما راح اربح انت بتروح اروح السؤال القوي يا سلام عليك طب اسمع عيسى في حلقات مميزة عندك حبيتها حلقات مميزة يعني هذا مش سؤال احنا بنسألك انت يعني انت ايه شو اكثر حلقة حبيتها شو الحلقة اللي حبيتها مثلا حلقة الغربة حلو حلو طيب نحكي لك شو ربحت شو رايك لازم هيك لازم لا رفق لو ايش حاجة رب رفق فعلا طيب عندك يا سيدي العزيز 100 دينار كاش مقدم من أرس تحفة البسمتي جلسة تنظيف بشرة بالكولاجين مقدم من باور هير قسيمة بقيمة 50 دينار من تشتشة وبرضه في عنا ريسيفر تايجر فل اتش دي يعني بتشوفنا طبع مقدم من شركة تايجر الإلكترونيات طيب ليلة مجانية لشخصية مقدم من فندق وادي الشتاء وروك وبرضه قسيمة بقيمة 50 دينار مقدمة من مطعم الفروج الطاجز يعني مطعم جد الفراريج
انا مش عارف كيف طلعت معي بصراحه. شو الطاجز؟ لا دقيقه لا دقيقه دقيقه حكى الطاجز انا مش فاهم اني انا اتلخبطت. افطرنا وكل شيء تمام قبل حكينا. 3-2-1 اكشن يلا يلا كومو اوكي. قسيمه بقيمه 50 دينار مقدمه من فروج الطازج. ايوه طيب مكوى كونتي مقدم من مجموعه ابو طويله. انا اللي بتلخبط فيها تشتشي، هيثم بتلخبط بكلمه الكترونيات وانت اي شيء انا كل شيء انت بكل شيء بتلخبط. عيسى ايوه الف مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيك ورمضان كريم. قال تهريم بالعافيه وتهريم بالعافيه سيدي وتاكلهم بالعافيه. شكرا عيسى شكرا كل عام وانت بخير. ابو الغور سيدي حبيبنا اول شيء انت بتحب الناس ينادوك تعال تعال ولا ابو الغور؟ داري مو انا قصة ابو الغور من انا صغير يعني ولا ثلاثي يعني هي نفسها احمد وابو الغور. انا كنت عم بشوف على صفحتك انك انت عشان الاوضاع بغزه منعت الشيز وهذا الشيء اتوقع بياثر على شغلك صح؟ 100% تاثرنا بس يعني الواحد في كل واحد في مكانه ممكن يعمل شيء على اللي بيصير مع اخواننا في غزه. فاحنا حسينا انه بصراحه هذا اكثر شيء ممكن نعمله وعملنا كمان عملنا بلاي ليست جديده على اليوتيوب سميناها قصه من غزه. حلو. كانت الفكره شوي بالنسبه لي انه شوي موضوع غزه اعلاميا مظلوم. مش كل شيء عم نعرف عن غزه يعني زي في عنا عاصم نبيح على تويتر يعطي الف عافيه من قلب غزه عم بحكينا تويترات فدائما متابعينه. فبدك حدا من غزه يحكي لك القصص اللي عم بتصير. قصه اولاد صغار هذيك المره رحنا على المدينه الحسين على مدينه الحسين مظبوط شفنا الناس اللي المصابين الله يرحمه. يعني في ولد توفى قدام علي شاهين كنا رايحين معه فجأة ماشيين فجأة تيت فإجت أمه فشوف كيف يا زلم الناس يعني بتحكي أمه أنه استشهد. فإحنا أنه يعني في مرحلة أنه إحنا خايفين نحكي لها مات فبتحكي الله يرحمه ولا يعني هاي مش جبارة إحنا يعني صدنا مش شعر بدني مش يعني ناس الله يعينهم ناس بصراحة ندعي لهم. لازم كل واحد في مكانه ياخذ موقف باي شكل من الاشكال. يعني كل في كثير ناس بصيروا يحكوا انه يا زلمه يعني انت طيب منعت الشير شو استفادوا هالغزه. هذا موقف مني يعني انا هذا عملته مني انا لحالي. لا يعني ان انا وقفت هون انه اسمع ترى انا مع غزه. لا هذا بيني والحياه تستمر. ممكن ممكن اضل اشير وانا يعني زي يوم مباراه كاس العالم اطلع احضر. انا مش جاي انا طلع الناس طلعت حضرتها بس فازت اكس ولا فازت واي انا بشجعش الارجنتين ولا المانيا ما اطلع ازمه. انت برازيلي صح؟ برازيلي. انا حتى وقتها كتبت ستاتس على الفيسبوك مبروك للي بشجعوا المانيا بس يا ريت نحتفل بالعقل فيش داعي الناس تستشهد بالاردن كمان. هي الفكره وزي هسه نزل هاشتاج انه انا ما راح اعيد لانه في اطفال عم بيموتوا. هسه مش جاي لك العيد هي فرحه. والرسول صلى الله عليه وسلم صار يقول انه لازم نحتفل بالعيد لانه بعد 30 يوم صيام فهي العيد عيد الفطر فلازم احنا اصلا ممنوع تصوم اول يوم عيد. حرام. فهي لازم نفرح بالعيد بس هي بتصفي انت بينك وبين حالك. يعني في ناس ممكن يقول لك تمر وكل عام وانت بخير. حتى انا من الناس اللي كل عام وانت بخير ما راح احكيها في العيد هذا. هسه هذا شيء شخصي لا يعني انا فرضته على الناس. فاخذنا موقف من غزه وعملنا فيديوهات يعني ان شاء الله يا رب نقدر نساعدهم. ان شاء الله يا رب الواحد صار يتمنى يكون واحد منهم. يعني بصراحه انا من الاشياء اللي اثرت فيه بصراحه بعرفش اذا في معنا وقت نحكيها حكينا مع عاصم فهذيك المره اللي هو من غزه فكنا على الراديو كنا عم نلم تبرعات فبحكي له انه يعني كان انا في عندي سؤال فعليا لو شافني واحد من شباب غزه بس اجى هون بالشارع وشافنا شاف اي حدا فينا شو نفسك تحكي لنا؟ فهو معنى الحوار انه الله يسامحكم. هو فعليا يعني انا بدي اوقف قدامك انت زلمه اللي شفته بهال من عند سبع متى بلشوهم العدوان 17 يوم صار له تقريبا انت شو نفسك تحكي لي انا؟ اوكي انا عم بعمل مواقف عم بعمل فيديوهات بالاول والاخر انا حيأذن حفطر صح بدي اشوف اهلي بشغل السياره بروح اشوف اهلي وبرجع. ففي مواقف صعبه واشياء صعبه عم بتصير معهم ففعليا الله يعينهم فعليا طبعا. كل واحد ان شاء الله يا رب انه اللي عملناه يكون بس زي ما بيحكوا اداه ضغط لو على واحد انه واحد طيز واحد بني ادم واحد صحيح صحيح لو واحد يشوفنا ويقول والله وتعمدت اني اترجم وتعمدت اني احط هاشتاج بالعبري لانه احنا هسه الرساله اللي عم نعملها مش انه توصلها للعرب كل العرب عارفين انه غزه شكرا صح احنا لازم للناس يعني لازم السلاله يعني انا يا ريت لو هسه اروح اتعلم عبري واطلع زي ما بعمل مرحب معكم بالغور احكيها بالعبري واعمل حلقه عن غزه يعني احكي توصل للاسرائيليين
بغض النظر هو اسرائيلي ولا يهودي ولا كذا توصل له يعرف. وحتى برضه احمد بجوز مش بس لاسرائيل يعني انا هاي شغله دائما بحكيها حلو العالم. انه نستخدم هلا روح على يوتيوب حط فري بالستان بيطلع لك مليون فيديو مليون صح. اغنيه صح. الاجانب غنوها مش احنا عن فلسطين وعن غزه صح. لانه احنا لما نحكي يعني الحريه لغزه والى اخره طب نطلع الوطن العربي اللي حوالينا الحمد لله الله خلينا الاردن يعني الوضع سيء واصلا واحنا فاهمين الطابع بده غيرنا يعرف فبنشجع انه بالاجنبي يعني بالانجليزي بالاجنبي وبكل اللغات الواحد يظل يدعمهم يعني وان شاء الله يا رب الله يهون على يعني الله يهون عليهم آمين. ويتقبلهم كلياتهم شهداء ان شاء الله يا رب آمين. ويعني هذول من الناس اللي حتشوف طفل صغير غزاوي بجوز كمان 5 سنين تقول له علمني كيف اصير زلمه زيك ممكن. انا صحيح. من الناس اللي صحيح. بتمنى يعني هسه عم بحاول في يوم من الايام التقي مع واحد غزاوي لو اقدر اوصل غزه يعني. ان شاء الله يا رب يعني. ان شاء الله كلنا نلتقي ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ابو الغور طلعنا فاصل على زوجك استكتوه طلعنا فاصل من وين اي كاميرا هاي زي المخرجين قال هاي صح هاي تعالي باللقطه هاي تعالي باللقطه هاي او شو انت نفوت عليك الاستديو مره كنت على كريني حمزه بدك على الاستديو بتحب على الاستديو تعال فاصل على الاستديو تعال هاي الاستديو هي اجت بدنا نطلع فاصل طلعنا زي ما بدك تعال 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 هاي مره صورنا فيها مش علي بالذاكي طيب شو نسوي فصلنا طلعنا فاصل نطلع فاصل يا اخوان فاصل وانا واصل مع يزيد وسمير باستوديو رمضان انا بس اهلا وسهلا فيكم رجعنا لكم بعد الفاصل وفي معنا اتصال سريع ألو. عماد مساء الخير عماد كيفك يا عماد هلا هلا شو اخبارك الحمد لله شكلك بعدك مش مفطر لانك زعلان او متقل على الفطور بجوز لا افطرت متقل صح متقل متقل عفتو شو افطرت اليوم مقلوبه اوه سحتين. زهره ولا باذنجان لا زهره سحتين وعافيه على قلبك سحتين يا سيدي انا بدي اخترع لك سؤال من عندي اليوم اتفضل ايش اسم القهوه اللي بنشربها كل يوم البن الاحمداني يا سلام عليك ربحت الف مبروك الله يبارك فيك طيب بتتابع ضيفنا احمد الغانم ابو الغور اكيد اكيد ها من نوفينا ما هو الله يسعدك يا رب بتتابع حبيبنا شو اخبارك كيف صحتك الحمد لله كيف رمضان معك الحمد لله رب العالمين شكلك نحفان 200 كيلو انت لا ما هو الاساس 85 شو بدي انحف 200 يلا سلام تمام احنا بقربد ملوك التمر الهندي بعد الفطور يعني طق 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 اكيد طاق طاق طاق. اكيد هو عماد بيحكي لنا نربد على فكره اه بعد بنربد وقال منه وفينا عماد فريج بقول وين شايفه حبيبنا حاج عماد على راسي حبيبي طيب عماد حبيبي انت ربحت معنا 100 دينار كاش مقدم من ارس تحفه البسمتي جلسه تنظيف بشره بالكولاجين مقدمه من باور هير منيحه هاي وقسيم بقيمه 50 دينار مقدمه من تشيتشه ريسيفر تايجر فول اتش دي مقدم من شركه تايجر للالكترونيات وزياره لنادي الصحي مقدم من فندق وادي الشتاء وروك وقسيمه بقيمه 50 دينار مقدمه من مطعم الفروج الطازج حكيتها صح لا واضح وصريح ستيل رولينج ضل في شغله واحده ستيل رولينج اوكي ضل واحد يا شو مروحه كونتي مقدم من مجموعه ابو طويله الف مبروك حبيبي الله يبارك فيك الف مبروك على الركيفه انت احنا قلنا انه في جائزه من جوائز سشوار انت لو ربحت سشوار شو بدك تسوي فيه انا بخبيه تحت الحرام ترى هو وصل الكويف ابو حميد لا يا اخوان ترى في قصه انا عندي شعر هاي من هون من هون هيك ما شاء الله مليان جدا بس اليوم والله منعمين بس هو بحب الحلقه هاي يعني بحب الحلقه هاي والله علاء بهوقني اليوم دائما ابو الغور اليوم حالق فريش عداسه يعني ابو الغور احكي لنا يعني هلا بساعه ونص كوميديا في القوي يوم بعد يوم يوم بعد يوم بعد العيد رح نشوف إشي جديد لك إن شاء الله يا رب لا في إشي عم نكتب فيه هسا كتابة وأولموس بلشنا يعني شوية تيك للبري برودكشن يعني شو بدنا والاستوديو وشو بدنا نسوي وهاي الأشياء فإن شاء الله يا رب في هسا فكرة لبرنامجين أوكي. على مستوى برامج يعني والمسلسلات والتمثيل هذا كادر لحال حيكون بس على مستوى شركة بابونج شو عم تنتج حننتج مسلسل برنامجين اوكي وفي احتمال صغير نعمل مسلسل اردني خفيف لطيف شريف هيك شيء يعني حيكون تمثيل ان شاء الله يا رب يعني ان شاء الله على حسب امكانياتنا وعلى حسب قدرتنا كمان ان شاء الله يعني شركتنا لساتها صغيره ان شاء الله ما فيها شيء يعني
فان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب بنضل شغالين يعني. كيف شايف الدراما الاردنيه اللي قدام شوي؟ بصراحه البدايه بلشت من طلعه الناس في كانت في مسلسل زين. انا بالنسبه لي يعني شايف الثوره بلشت هون. زي ما بيحكوا يعني قادوها مخرج ومنتجه وهي اصلا ممثله زي صبا مبارك يعني. ممثله رائعه وشاطره جدا والمخرج وحاطين عينهم انهم يبرزوا يعني. انا بالنسبه لي في مسلسلات هم يعملوها النقطه الوحيده الحلو فيها عم بيحلوا صوره الاردن وعم بيرجعوا الدراما الاردنيه وعم بيرجعوا الانتاج الاردني. لما تحكي انتاج اردني صار في انتاج اردني. صار في عندنا كميه لا باس فيها من ممثلين اردنيين يعني. هسه بدك ممثلين في شباب مليان في بنات مليانين في انتاجيه صحيح. وفي رجعه الروح اللي كانت بالتسعينات موجوده عندنا. احنا بالتسعينات وصلنا المغرب العربي. ما هي هاي. انت ممكن العربي. ممكن نعم. تنتج وتعمل وبنفس الوقت صار حب يعني. انا هذا اللي بحترمه. صار في عندنا حب للهجة الأردنية برا الأردن. يعني إحنا معلمين سوري. معلمين من أوروبا. بتحب المدرسة اللي بيلعبوا عليها السوريين المدرسة الواقعية بالفن؟ 100% اللي هي مثلاً أنا طالع عندك بالعمارة يجيبوني وأنا طالع على الدرج وأدق عليك الباب وأنت. 100% وبتعب المخرج وهو يقطع بلقطاته وأنت طالع من الغرفة وين كنت وين قاعد. هاي بتعطيك. هاي حلو المدرسة. هاي بتعطيك روح الإشي يعني. هي بالأول آخر اسمع المخرج نص العمل. نعم. يعني. 100% مش كل من أخرج يعني الإخراج فيه يعني. أنا من الناس اللي شفت الإخراج وعشته لمدة 60 يوم في طوق الأسفلت يعني. بعرفش كل عام هو بخير وأستاذ محمد حشكي يعطيه ألف يعني عينه غير. أنت فاهم يعني. أنا في مرة قرأتها مرة على الإنترنت في مدرس أجنبي مدرس تصوير فبقول لهم إنه أنا لما أجي أنام بحط كاميرتي جنبي وبغطيها وبنام. فالطلاب استغربوا انه ايش يعني كاميرا هاي شو مالك انت. فمره عمل امتحان بعرفش قراتها بعرفش متى مصداقيتها يعني هاي الاشي بس بقول لك حط كاميرا وحط كادر ثابت تمام يعني حط انت واقف هيك وبتأشر تمام والكاميرا عليك. جاب 15 طالب الكاميرا ثابته وكل لوكيشن ثابت كل واحد يحط عينه على الكاميرا يعمل ريكورد كات يطلع ويجي الطلاب اللي وراه تمام كلياتهم صوروا نفس الاشي ما في ممثلين يعني صور تلفزيون حلو. اجى بعدين عرض ال 15 فيديو قدام الطلاب قال لهم مين احلى فصاروا هم ينقوا يعني هم انفصموا فهذا اخر شيء طلعوا في فيديوهين احلى من ال 15 اخر شيء اعطى جائزه لاحسن واحد صور فهم سالوا قالوا له روح الزلمه اللي بتطلع بالكاميرا بتبين انا مع انهم نفس الثيم نفس الشيء يعني انت صورت هاي فيديو 15 مره بس في مره احلى من كل المرات ترجع للي ورا أوكي. فهي الفكرة فهو الإخراج يعني أنت بجوز مخرج وعارف كيف الإخراج اللي هو أنت كيف شايف النص كيف ومش كل نص هو مخرج ومش بجوز لا 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 بقول لك بجوز اللي هو عارف اللي بحكي فيه لا لا فهمان عليك 100% صحيح إنه صحيح. مش كل صح. نص صح. تقدر تخرجه يعني أنا متأكد في مخرجين وأنا عشت يعني هو صديقي محمد حشكي إنه في نصوص بتجيب بقول لك لا ما بحسش فيه إنه ممكن أنا اللي ببالي أعطيه فبتصفي انه ان شاء الله يا رب الانتاج عم بزيد وهاي السنه زي ما بيحكوا يلا بدايه خير خلينا نبلش ان شاء الله يا رب. كوميديا عملنا كوميديا ما فيه الكفايه الحمد لله رب العالمين. فهسه بتصفي انك انت تكمل في الدراما طبعا للي عنده خطه انه يكمل للي ناوي يكمل يعني اذا بدك تمشي في مجال التمثيل له كادر لحال غير الكوميديا لانه الكوميديا عارفين الكوميديا ممكن هيك 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 ممكن تضحك كلمات معينه ممكن نضحك فيها بس الدراما لا انك تعيش شخصيه وتعيش قصه هاي الاشياء شوي صعبه وانا طبعا مش كثير يعني شاطر فيها يعني هي تجربتي الثانيه كانت كممثل اني اعمل ان شاء الله نشوفك وتكون تجربتك ال20 وال50 ان شاء الله ان شاء الله يا رب وهينا مكملين يعني ان شاء الله يا رب ان شاء الله كل التوفيق لك الله يخليك اجمعين ان شاء الله احنا نطلع فاصل بنطلع وبنرجع لكم بعد الفاصل ونتابع حديثنا مع احمد الغانم ابو الغور. عزام اسمه عزام ولا عماد؟ يلا انت على الهواء يلا ورجعنا لكم من الفاصل وين مش شايفين حالنا هون عم طلع هناك مليش على ورجعنا لكم الفاصل وهسه معنا اتصال عزام الو كيفك عزام شو اخبارك حبيبي يا مرحبا الله يخليك شو افطرت والله منسف اذبح بد زمان ما عملت طبات والله يلا سيدي هسه علاقتنا راح تخف شوي بعد المنسف لا ولو يا زلمه ولو حابب تربحه مباشره اسمع في اسئله بدنا نسالك سؤال اذا بدك اسمع اعطيه معلومتين
أعطيه معلومتين. هاي معلومة في واحدة منهم صح وفي واحدة منهم غلط. طيب. أعطي هاي أعطي هاي. هسا بدنا نحكي لك ثنتين، واحدة منهم صح واحدة منهم غلط، تمام عزام؟ أها. عزام ركز معي. معك. طيب. بقول لك أول شعر مستعار اللي هو الباروكة. كثير بستخدمها بحياتي. استخدمه الملك لويس الرابع عشر رحمة الله عليه لأنه أصيب بالصلع مبكرا. هاي معلومة. هاي معلومة. والمعلومة الثانية. بقول لك يعني هو أول شعر مستعار الباروكة استخدمه الملك لويس الرابع عشر رحمة الله عليها عشان نشوف وين الصح وين غلط كنوع من أنواع التراث لديهم. شو رأيك عزام؟ شو؟ آه والله أنت هيك حيرتنا. يعني يا إنه صلع جد. أنا يا إنه تراث قال بقول لك. الإجابة الثانية. إجابة صلع يعني. طلع هون. طل هون لا الإجابة الأولى الإجابة الأولى يا شيخ الإجابة كان الأولى كان في مس أندرستاندينج مس أندرستاندينج والله طلع لي مس أندرستاندينج مخرج كله مس أندرستاندينج أبو أستاذ علي طلع له والله مس أندرستاندينج لا لأن هي باسبار تبس اللي تيجي من أندرستاند بعشر أنتوا شاطرين زي في الإنجليزي ما ربحوه شباب أوكي عزام حبيبنا عزام معاك فليت ولا بعدك لا معاك معاك طيب بدنا ربحك جوازك تعال ابو زوز يلا وين رحت هيني هي الجوائز وين هي الجوائز هي هون يا خالي هي جوائز اقرا له من هون يلا سيدي العزيز 50 دينار كاش توك 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 يعني تانجبل بتحس تانجبل محسوسات مش رز والله ركزوا لي على تانجبل مشان الله كاش ثلاث كلمات صرت حاكي اليوم هذول دنانير انا طفران بس هم 50 دينار كاش مقدمه من ارز تحفه البسمتي طيب وجلسة تنظيف بشرة بالكولاجين مقدمة من باور هير طبعا هي تنظيف البشرة ما تنظيف البشرة مش شرط للبنات بس او للستات يعني ممكن الشباب يسووها عادي انا كل يوم بعمل تنظيف بشرة يعني ابو الغور مثلا يوميا بسوي تنظيف اليوم عمل لي سنفرة دقينا بعض سنفرة شو سنفرة اذا ما نتخرجت حلوة طيب ضمن قسيمة بقيمة 50 دينار مقدمة من تشيتشي اوكي وريسيفر تايجر فول اتش دي مقدم من شركة تايجر للالكترونيات بفروعها قسيمة غذاء هي عمان ودبي على فكرة فرعيها عمان ودبي قسيمة غذاء وسباحة قرأتها الغذاء والدواء مش عارف ليه هذا هيك مفطر ترى مقدم من فندق وادي الشتاء وروي طيب قسيمة بقيمة 50 دينار مقدمة من مطعم الفروج الطازج حلو اسمع اكلهم زاكي عن جد يا عزام الفروج الطازج يعني اشي دلع اشي دلع جد وسشوار اخيرا وليس اخرا سشوار شعر كنتي مقدم من مجموعه ابو طويله والف مبروك يا عزام الله يبارك فيك ورمضان كريم الله يبارك فيك وكل عام وانتم بخير بس ما سمعناش هيك اللي حولك مثلا فرحوا مع الجوائز ليش يا رجل بدنا نسمع تلتي ولا لا ابو ما فيش حدا حواليك ايوه استاذ ألف مبروك حبيبي كل سنة وانت سالك كل عام وانتم بخير من الناس بتجيبوش حدا حواليهم عشان ما يوزعوش الجوائز عشان ما يوزع الجوائز عشان بس لحاله لحال بغرفة عشان يلوم كل شيء لحاله فبيجي هون بغل الجوائز ولا من شافه لمن طيب في طبعا بمسابقة غادة سابة منطلع سؤال السؤال بيجاوبوا عليه عن طريق الابليكيشن عن طريق الاس ام اس اللي فاز معنا إدوارد ساري ريكاردو ساري هو اللي فاز معنا صورته على الفيسبوك ريكاردو ساري هذا فاز برحله الى تركيا طبعا هي صورته على الفيسبوك نور فاز برحله من مقدمه من باور تورز وبكير للسياحه لشخصين طبعا الف مبروك الف مبروك يا ريكاردو استاذي في ساعه ونص هي كانت بلشنا فيها برؤيه ساعه صارت ساعة ونص كانت. العام لحقناها من ايام الساعة انت لحقتها من ايام الساعة انت من البايونيرز بالساعة ونص كوميديا اول ساعة تكون انت من البايونيرز فعلا فعليا اول يعني. اول موسم كان فوق السادة فوق السادة يس عملنا 30 حلقة يومها آه. بعدين السنة الماضية ما عملت اشي لانه كانت بداية القوي بس طلعت بفيميل كم مشهد مش كم حلقة وهاي السنة وهاي السنة القوي ابدعت وهاي السنة مهاول كنت تبع مندوب مبيعات مندوق مبيعات كنت عامل كل شيء يا زلمة كل شيء عمل فهاي السنة هاي القوي والقوي اليوم في عنا حلقة اليوم في حلقة لا 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 يلا ها حلقة اليوم عن ايش؟ ونحكي مع بهاي افرحات دقيقة حلقة اليوم سوبر دوبر نايس حلو خلص تمام لا لا جد هاي يعني اهداء من لكم لا احلى من حلقه الدعايات لا احلى لا هاي عن اولاد صغار وانا لاني كثير بكره اولاد صغار لما يبلشوا يوقعوا باسنانهم
فكثير فشي تقول لي. طيب هسه نتفرج عليها سوا. يلا. طيب. أول شيء أنا سعيد جدا إنك كنت موجود معنا ويعني تشرفنا فيك. وأنا صدقني يا حبيب. صدقني. الله يسعدك. الله يسعدك. ترى حلوة. الله يسعد. الله يسعد. عطيف. لا من نور. أبو زوز كان معك طبعا اليوم من الساعة 3:30 إلى 5 ويعطيك ألف عافية أبو زوز. أنت حبيب المعدة زي ما أنت عارف. حبيبي. بدنا نتركه الآن مع ساعة ونص كوميديا. بنتمنى لكم إنكم تستمتعوا فيها. تابوها. راح يطلع سؤال خلال ساعة ونص كوميديا. حتصوتوا على السؤال عن طريق الابليكيشن وعن طريق الاس ام اس. كثفوا تصويتكم عشان باخر شهر في فورد موستنج سيارة بصراحة زي ما حكى يزيد بوحدة من اللينكات ما فيش داعي اي حدا يحكي عنها. فورد موستنج يعني جخة فعلا جخة. متركم على ساعة ونص كوميديا وانا بلاقيكم بعد ساعة ونص كوميديا عشان نعرف الفائز عن طريق الابليكيشن او عن طريق الاس ام اس. يعطيكم الف عافيه وبنشوفكم بكره او انا بشوفكم بعد بدي احكي شغله انا سمير انا اسف انا اسف بجوز اليوم تكون اخر حلقه لي لانه خلص رمضان عيد كل عام وانتم بخير ف جيب لك فرشه فبحب اوجه تحيه لكل الاشخاص اللي بتابعونا ومتاسفين اذا شفتوا منا زناخه او شيء ملوش داعي لا بالعكس لا بالعكس ترى عاملين جو والله برمضان انا من الناس اللي بتابع الله يسعدك حبيبي وشفت كيف انا حافظ مش فاهم فيه. ايوه قلت لك شو اسمها شو قلت لك عنها مش عارف في شيء حكيت لك اياه في الجواز اعرفه فلا بصراحه الشباب ابدعوا الله يسعدك يعطيهم الف عافيه والله الله يسعدك وان شاء الله السنه الجايه بنشوف ان شاء الله يا رب ان شاء الله جديد ان شاء الله وبس وان شاء الله انا الضيف انا ان شاء الله كنت ثقيل دم عليك بالعكس كنت رائع جدا ونورتنا ومن احلى الحلقات فعليا الله يخليك يا رب وانا مبسوط بصراحه انه اخر حلقه لي بوجود الشيخ حبيبي احمد والله شيخي يلا نطلع نشوف ساعه ونص تفضل على البوفيه